السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعي موقع تلجراف مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد وتغطية جديدة من داخل محافظة الشرقية. إحنا الآن وبالتحديد مع حضراتكم من داخل مدينة الزقازيق بنرسل لحضراتكم جنازة رجل الأعمال الشهير الراحل أحمد الرشيدي صاحب أشهر سلسلة محلات عصائر في الزقازيق، رجل الأعمال رجل الخير، يعني رجل الأعمال الحاج أحمد الرشيدي. وفاته المنية أمس، يعني توفاه الله أثر حادث على طريق الغردقة. يعني احنا بنرصد من حضراتكم الآن لحظة خروج جثمان الراحل رجل الأعمال أحمد الرشيدي إلى مستواه الأخير من داخل مدينة الزقازيق. بنتابع مع حضراتكم أهالي محافظة الشرقية جميعا، يعني الناس كلها هنا حزينة، أهالي محافظة الشرقية جميعا عامة والزقازيق خاصة، كلهم أهالي المحافظة جميعا الناس كلها حزينة على رحيل رجل الأعمال الخير أحمد الرشيدي. الناس كلها يعني أعداد بالمئات، كل يعني الزقازيق كلها موجودة بتحضر جنازة رجل الأعمال الراحل أحمد الرشيدي رحمة الله عليه. ربنا يا رب يصبح. إنا لله وإنا إليه راجعون. لحظة خروج يعني جثمان الرحيل رجل الأعمال رجل الخير الحاج أحمد الرشيدي صاحب أشهر سلسلة محلات عصائر في الزقازيق، يعني رحمة الله عليه رجل الأعمال رجل الخير. كلنا هنا في داخل محافظة الشرقية ومدينة الزقازيق الناس كلها حزينة عليه، يعني ألف رحمة ونور عليه. رجل كان رجل خير جدا، يعني محافظة الشرقية كلها حزينة النهاردة على رحيل رجل الأعمال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. ربنا يرحمك يا حاج أحمد. ربنا يرحمك يا حاج أحمد. رحمة الله عليك رجل الأعمال الخير. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حرام يا جماعة كرام. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل من عليها فان. إنا لله إنا إليه راجعون. يعني لحظة يعني وفاة رجل الأعمال الراحل الحاج أحمد الرشيدي صاحب سلسلة أشهر محلات عصائر في الزقازيق، محلات عصائر الرشيد رجل الأعمال رجل الخير. الزقازيق كلها زعلانة عليه النهاردة، وفاة رجل الأعمال رجل الخير الحاج أحمد الرشيدي. Come here.
إنا لله وإنا إليه راجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نتابع مع حضراتكم جنازة رجل الأعمال الراحل رجل الخير الحاج أحمد الرشيدي، أشهر رجل أعمال في الزقازيق محافظة الشرقية، صاحب أشهر سلسلة عصائر في الزقازيق محلات الرشيد. لا إله إلا الله. السلام عليكم. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما نتابع مع حضراتكم المئات من أهالي مدينة الزقازيق محافظة الشرقية يشيعون جنازة رجل الأعمال الراحل رجل الخير الحاج أحمد الرشيدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الزقازيق كلها النهاردة، يعني الناس كلها بتعزي أهالي مدينة الزقازيق النهاردة على وفاة الحاج أحمد الرشيد. الزقازيق كلها ومحافظة الشرقية الناس كلها زعلانة. لا إله إلا الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما حضراتكم شايفين المئات من أهالي مدينة الزقازيق محافظة الشرقية يشيعون جنازة رجل الأعمال الحاج أحمد الرشيدي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنتابع من حضراتكم جنازة رجل الأعمال رجل الخير رحمة الله عليه الحاج أحمد الرشيدي. كان يعني على المستوى الشخصي وعلى مستوى شخصي، يعني مستوى الناس في أهالي مدينة الزقازيق جميعا محافظة الشرقية، الناس كانت كلها يعني بتحب الحاج أحمد. الحاج أحمد كان رجل خير، راجل من الناس المحترمة جدا. يعني الشرقية كلها ومدينة الزقازيق حزينة على النهاردة.
إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما كنا بنتابع مع حضراتكم جنازة رجل الأعمال يعني الحاج أحمد الرشيدي رحمة الله عليه، يعني إلى مستواه الأخير. هنتابع مع حضراتكم بقى التفاصيل. شكرا لحضراتكم وشكرا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.